السلام عليكم. اليوم نتكلم على مشروع نتاع العملاقة صناعات الحديد والفولاذ في الجزائر، شركة توسيالي التركية التي سوف تدشن في الأيام القليلة القادمة رابع مشروع لها، إذن وهو مشروع إنتاج الحديد المسطح ليطول، واللي هذا الحديد المسطح يدخل في صناعة كثير من الصناعات مثل صناعة الهياكل السيارات والشاحنات والمركبات بصفة عامة، وكذلك يدخل في صناعة البواخر والكثير من الميادين. إذن شركة توسيالي بشراكة مع الشريك الجزائري بنسبة 49.51% سوف تدشن أول مشروع، أول مصنع في إفريقيا، وواحد من أكبر المصانع في العالم لإنتاج الحديد المسطح، وهو رابع استثمار لها في الجزائر في منطقة وهران. وبعد ما كان المشروع الأول هو مصنع توسيالي لإنتاج الحديد، حديد البناء والحديد بجميع أنواعه في منطقة بطيوة، ثم كان توسيعة بتاع المصنع ثانية. والآن نشاهد، سوف نحضر إذن سوف نحضر إلى تدشين المصنع هذا تاع الحديد المسطح اللي يقع في وهران، واللي سوف يدخل في الإنتاج، مرحلة الإنتاج إذن في الأيام القليلة القادمة. وكذلك هنا نشاف الخبر، لو جيون تيرك دو لا سيديولوجي توسيالي va implanter une usine d'acier plat فولاذ المسطح اورون. هذا يعني الخبر اذا اللي يتكلم على المشروع نتاع انجاز المصنع هذا نتاع الحديد المسطح. اذا وكذلك حسب التصريحات على المسؤولين، فان شركة توسيالي بالجزائر حققت هذه السنة ما مقداره مليار دولار كمداخيل استيراد الحديد نحو أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. إذن تحقق 1 مليار دولار نتاع الاستيراد نتاع الحديد. وكذلك نشوف الآن، نخليكم تشوفوا المشروع نتاع هذا نتاع المصنع. موسيقى